ولا اي تهديدات تصدر من اي مربي لكلب. الناس اللي بتجيب كلاب وتنزل تربطها على باب البيت وترازي بيها ده وترازي بيها ده وتعاكس بيها ده وتعاكس بيها ده، احسن ما نتفرج على 3 4 حلقات، لا هيبقى الموضوع كله في حلقه واحده. طبعا هتكون ريك يعني على جميع مستوى المجال اللي احنا بنتعامل فيه، وبيقول ان هم واخدين تطعيمات ومطعمين والحاجات دي كلها، ونبدا اننا ننزل بالكلب ده الشارع ونرزل بيه على الناس، على بنت ماشيه، على راجل ماشي، واضح ان عليه اهتمام بنسبه 100%، واضح ان عليه اهتمام جميل جدا لدرجه اللبس كمان والحاجات دي كلها. السؤال ده معين ومخصص للاستاذ محمد عبد الجواد، مستشار القانوني لمزرعه هوم دوجز لتربيه الحيوانات الاليفه. بتهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره. انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا يبكي كلابي عندي احسن من صندوق زخاير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. النهاردة يا جماعة حلقتنا هتكون حلقة متنوعة شوية، حلقة هتتكلم عن مشاكل تخص تربية الكلاب، مشاكل تخص المربيين، وكمان هيكون في بيع وشراء، وطبعا هيكون في تنويع كتير وأسئلة وأجوبة وحاجات زي كده. الحلقة بتاعت النهاردة طبعا هتكون ريك يعني على جميع مستوى المجال اللي احنا بنتعامل فيه اللي هو مجال تربية الكلاب، كمان هتكون مثيرة جدا للغاية لما هيكون في اسئلة وتوجيهات للمستشار القانوني في المزرعة بتاعتنا، وسبب وقوف القصة اللي احنا كنا بنقدمها، ايه سبب ان احنا وقفناها والحاجات دي كلها. النهاردة هنبدأ اول جزء من الحلقة، وهو لما نكون انا مربي كلب ونبدا اننا ننزل بالكلب ده الشارع ونرزل بيه على الناس، على بنت ماشيه، على راجل ماشي، على ست ماشيه، على طفل ماشي، او نبدا نرزل بيه على اي بني ادم حتى ولو شاب او اي حد من صحابي، ايه الاجراء القانوني اللي المفروض الشخص ده يتخذه ضدي لما يكون الكلب بتاعي مش مرخص ويحصل اي حاجه زي كده؟ وحتى لو كلبي مرخص، هل هيكون في اجراء قانوني ان انا للتعامل بتاعي بالكلب في الشارع يعني هيكون لي حد ان انا نتعامل بيه؟ طبعا يا جماعه السؤال ده معين ومخصص للاستاذ محمد عبد الجواد، مستشار القانوني لمزرعه هوم دوجز لتربيه الحيوانات الاليفه او تدريب كلاب الحراسه. طبعا ده هيكون سؤال موجه لي، اتمنى ان هو يرد علينا في حلقه. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع شويه ونوضح اكتر في اللي احنا حابين نتكلمه. اغلب الناس اللي بتربي كلاب منهم الشباب بالذات، في فئه معينه من مربيين الكلاب تبص تلاقيه دايما كل دماغه عايز يدرب كلبه، يدرب كلبه كشراسه، بس شراسه ازاي ما تفرقش، ممكن يدربه على صاحبه، يدربه على واحد ماشي في الشارع، يدربه على حد غلبان، يدربه على واحد معاق، يدربه على اي حاجه، المهم الكلب بتاعي يهوهو ويعض ويعمل نمر، طبعا انا نبقى واقف مبسوط وفرحان. ايه الاجراء القانوني اللي المفروض الشخص ده يتخذه ضدي؟ وهل اللي انا بنعمله ده صح ولا غلط؟ وهل ايه اللي هيحصل معايا في الموضوع ده؟ يعني زي مثلا موضوع التنمر، التنمر في ناس كتير، وزي ما احنا شايفين في الفترات الاخيره في تنمر كتير في مصر. طبعا عايزين نشوف ايه اللي هيحصل يا جماعه، وطبعا اللي هنتكلم فيه النهارده هيكون حلقه مهمه جدا، ودي حاجه هتفيد كل الناس اللي بتربي كلاب. عشان تربي كلب لازم قبل ما تعمل اي حاجه في تربيه الكلب لازم تحترم تربيه كلبك قبل ما تحترم نفسك حتى. يعني عشان تكون مربي كلب لازم ان انت تقدر الناس اللي في الشارع، تخاف على الناس اللي ماشيه، تخاف على الكلام ده كله، تعمل احترام للشارع نفسه، لان الشارع ليه حق عليك، واي شخص في الشارع بنت ولد راجل ست ليها حق ان هي تمشي بامان وتمشي بحريه، مفيش اي حاجه تهددها ولا اي تهديدات تصدر من اي مربي لكلب. الناس اللي بتجيب كلاب وتنزل تربطها على باب البيت وترازي بيها ده وترازي بيها ده وتعاكس بيها ده وتعاكس بيها ده، طبعا دي في حد ذاتها خطوره، لان لو ممكن كلب يتسيب الموضوع يوصل، بدل ما يكون هزار يوصل لجنايه بعد كده انت تعاقب عليها والقانون يسالك فيها. كمان اللي احنا حابين نوصله
الناس اللي واخده الموضوع زر. اغلب المقاطع اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والحاجات دي لما يكون واحد ماسك واحد صاحبه على سطحه او في اي حته وبيهزرهم وبيطلع عليه الكلب وبيطلع عليه مش عارف ايه وامسك يالا والكلام ده كله، كل ده يا جماعه مبدا غلط، مبدا انت ممكن تعاقب عليه بالقانون. بس عايزين نعرف من المستشار القانوني بتاعنا ايه الاجراء القانوني اللي ممكن يجي لي لما انا نعمل حاجه زي كده. طبعا معروف اللي انا بنعمله ده شيء مخالف للقانون وشيء ما ينفعش، لان ده عباره عن تهديد بحيوان شرس، غير كده وكده كمان عبارة عن حاجة اسمها تنمر، حاجة اسمها استهتار بالغير، حاجة اسمها حق الشارع، حاجة اسمها الكلام ده، يعني في حاجات كتير لها مسميات كتيرة في الموضوع ده. بس طبعا احنا كمربيين كلاب ما نعرفش ايه الاجراء القانوني اللي ممكن يجيلي ويتخذ ضدي علشان لو انا جاتلي الفكرة ان انا نعمل حاجة زي دي لا ما تحصلش مني، ونحافظ على الكلب بتاعي ونحافظ على الجار ونحافظ على زميلي ونحافظ على اللي ماشية في الشارع ونحافظ على الناس دي كلها. انت معاك حق ان انت تربي كلب، انت كمربي ليك الحق ان انت تربي كلب، بس مالكش الحق ان انت تهين بيه الغير، مالكش الحق ان انت تهين بيه الناس اللي ماشيه في الشارع، مالكش الحق في حاجات كتير ان انت تعملها. فيا جماعه لازم ناخد احتياطاتنا. وكمان سؤال موجه للاستاذ محمد عبد الجواد على قناته ان هو يطلع في حلقه يرد علينا، هل هيكون في اجراء قانوني رسمي لو انا عملت اي خطا من الاخطاء دي، وايه اللي يحصل وايه اللي ممكن يدور معايا بعد كده من اتجاه القانون؟ بس عيب. الحاجه الثانيه بقى يعتبر الجزء الثاني من الحلقه، لسه طبعا في اجزاء كتير وفي كمان كلاب هنعرضها للبيع وفي حاجات زي كده وحاجات كتير هتنبسطوا منها. الجزء الثاني من الحلقه كنا بنعمل سلسله حلقات قصه، بس عيب، بس سلسله حلقات قصه تمام لمواضيع احنا كنا عشناها، وطبعا من بدايه تربيه الكلاب ايه اللي حصل معانا والكلام ده كله، ومن ساعه ما اشترينا المزرعه والحاجات دي كلها يا جماعه. في مرحلة احنا وصلنا لها واضطرينا ان احنا نقف، في ناس قالت كابتن ابو نور طنش القصة، وفي ناس قالت كتير كابتن ابو نور قطع القصة، وفي ناس قالت كابتن ابو نور كبر دماغه من الحلقات، في ناس قالت في اسرار عند كابتن ابو نور مش قادر يحكيها، في ناس قالت كذا، في ناس قالت كذا. لا احنا يا جماعة برضو سؤال موجه للاستاذ محمد عبد الجواد، احنا وصلنا لمرحلة شراء المزرعة، يوم ما جينا اشترينا المزرعة ايه اللي دار؟ المزرعة انكتبت باسم مين؟ ايه اللي حصل؟ السر اللي احنا وقفنا عنده ورفضنا ان احنا نحكيه في حلقه. بنطالب الاستاذ محمد عبد الجواد بتكمله الجزء ده على قناته، بنطالب الاستاذ محمد عبد الجواد بتكمله الجزء ده على قناته تمام، ويقول لنا لما اشترينا المزرعه كابتن ابو نور كتب العقد بتاع المزرعه باسم مين وكتبه ليه وايه اللي دار بعديها، ولما خلصنا مباني ايه اللي حصل ووصلنا لايه، وهل رد فعلي انا كان كويس ولا مش كويس، والحاجات دي كلها. فده السر اللي كل الناس وقفت عنده وكل الناس حابه تعرفه. بس احنا حابين نعمل تعريف بسيط شويه الاستاذ محمد عبد الجواد ده، عشان طبعا احنا مش هنعمل يعني فكره الحلقه مش للمشتركين القديمه، لا، لان احنا عارف ان في كل يوم بيخش القناه بتاعتنا في حدود ما يقارب الالف مشترك جداد، فالناس اللي داخله جديده مش عارفه ايه، مش عارفه الدنيا ايه. لو انت مش عارف كابتن ابو نور ولسه داخل جديد على قناتي، ارجع للحلقات القديمه هتعرف كويس. الاستاذ محمد عبد الجواد ده شخص محترم، المستشار القانوني للمزرعه هنا، كمان المحامي الخاص بتاعنا، وطبعا غير كده وكده اخ طبعا ليا وراجل محترم جدا، وطبعا ما شفناش منه اي حاجه وحشه. فلو انت لسه مشترك جديد تابع معانا وارجع للقديم وارجع لنا تاني في الجديد، هتلاقي نفسك بتفهم الدنيا ماشيه ازاي والدايره ماشيه ازاي. عايزين الاستاذ محمد عبد الجواد يطلع في حلقه مش على قناتي تمام، يحكي القطعه من ساعه ما ابتديت هنشتري المزرعه ومن ساعه ما جينا نكتب العقد تمام، ايه اللي حصل وايه اللي دار، لان القطعه دي الوحيده اللي هتكون فاصله على قناتي على اليوتيوب وهتكون موجوده على قناه الاستاذ محمد عبد الجواد، لان هو اللي هيحكيها مش انا، حتى انا هرفض كمان، لان هو كان طلب مني ان يجي يقعد معايا ونحكي، لا انا هرفض كمان، ودي مفاجاه ليه ان هو نقعد مع بعض ونحكي في القصه دي، لا انا طالب ان هو اللي يحكيها. و طبعا اتمنى ان انتوا تعرفوا منه المعلومات او الاسرار اللي انا كنت رافض احكيها. طبعا يا جماعه دي الجزء الثاني من الحلقه،
الجزء الثالث بقى هنخش على مرحلة البيع والشراء وده هنتابعه. يلا بينا نشوف معانا ايه النهاردة في الحلقة هنبيعه وهنتكلم في سعره. يلا بينا كده ونكمل مع بعض، وتحياتي ليكم جميعا. يلا بينا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي. النهاردة حلقة غريبة من نوعها شوية يا جماعة، حلقة ثلاث أجزاء أو أربع أجزاء، وده اللي احنا هنبدأ نعمله في الأيام الجاية بإذن الله وبمشيئة ربنا. يعني هنعمل لك حلقة تضم كل اللي أنت حابه، سواء بيع وشراء، سواء مشاكل، سواء مشاكل شخصية، سواء مشاكل قنوات، سواء تربية، سواء أي حاجة، احنا هنضم لك في حلقة واحدة عشان نوفر عليك المجهود اللي انت بتقعد تتابع فيه اليوتيوب. فدي فكره طبعا باذن الله ومشيئة ربنا جميله جدا لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي متابعانا في كل حلقاتنا. تعالوا النهارده كده هنتكلم عن ايه. زي ما وعدتكم وقلنا هنجيب لك سوق الكلاب لحد عندك في البيت، يعني هنخليك تشتري وانت قاعد في البيت، وكمان هنقف مع اللي بيبيع علشان نسهل عليه طريقه البيع وتكون طريقه البيع افضل بكتير. النهارده يا جماعه معانا كلب بسم الله ما شاء الله جميل جدا زي ما احنا شايفين في الفيديو دلوقتي، حاجة كيوت جدا وحاجة جميلة جدا. طبعا ده كلب لولو، تمام، هنتكلم عنه دلوقتي وهنقول ايه نظامه، وطبعا واضح ان عليه اهتمام بنسبة 100%، واضح ان عليه اهتمام جميل جدا لدرجة اللبس كمان والحاجات دي كلها. طبعا الكلب لما بتكون مربياه واحدة ستة او بنت او حاجة زي كده بيكون عليه اهتمام اكتر من الراجل كمان في الدلع والحاجات دي كلها. الكلب ده طبعا صاحبته بعتته لنا على الواتس وقالت رسالة احنا حابين نقولها لكم علشان الناس اللي هتتابع مع رقم تليفون صاحب الكلب ده وتبدأ ان هي تشتري منه. بتقول ده كلب ليلو عنده شهرين ونص عايزة ابيعه علشان عندها مشاكل شخصية مثلا في البيت، وطبعا في ناس بتصلي وفي حاجات زي كده، تمام، ومش يعني مش مستحبين وجود الكلب عندهم في البيت. فعلى انا مش عايز، هي ان كان عليها هي مش عايزه تبيعه، لكن طبعا اللي في البيت لا، هم مصممين ان ينباع. هي شارياه، بتقول ان هي شارياه ب 900 جنيه بس احنا قلنا قبل كده في حلقات مش معنى ان انا نشتري مثلا كلب ب 10000 جنيه يبقى هروح نبيعه ب 10000 جنيه، لا، ممكن ان انا نبيعه اقل، ممكن ان انا نبيعه اقل، تمام. بيحب اللعب جدا جدا، صحته جيدة، وواخد التطعيم الثنائي والخماسي. طبعا ده كويس جدا ان هو واخد التطعيم الثنائي والخماسي، كده فاضله السباعي بس. يعني اللي هيشتري كلب بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للي هيشتريه، وربنا يبارك لها هي فيه كمان لو ما انباعش، وربنا يحسن لها سوء علشان ينباع. طبعا ده اول كلب النهاردة اتكلمنا عنه، ولسه هنخش على الكلب التاني يا جماعة، ودي مفاجأة النهاردة ان احنا هنعمل حلقة بروفيشنال شوية لكل متابعينا. يعني النهاردة هتكون في موضوع كبير شويه في الحلقه، فخليكم معانا عشان نشوف اللي بعد كده. تعالوا بقى نشوف الكلب الثاني. الكلب الثاني طبعا اهو زي ما احنا شايفين، تمام، ده دي كلاب جيرمان جراوي. تعالوا نشوف صاحبها بيقول لنا ايه. بيقول السلام عليكم، ازيك يا ابو نور، وحشني من ساعه الحفله والله، انا تامر، قلت لك هتبيع لي الجراوي. حبيب قلبي تامر، ربنا يبارك لي فيك يا رب. بص هم متطعمين، وهبعت لك صور الدفاتر، هم ذكوره 3 شهور وانا طالب في الواحد 2500، وايه اللي انت شايفه اعمله، انا مش هراجعك في حاجه علشان انت حبيبي الاستاذ بتاعنا، ربنا يزيدك ويبارك. حبيب قلبي يا تمور، ربنا يبارك لي فيك، وشكرا على ذوقك واسلوبك الجميل ده، وانت كمان وحشني. طبعا هو باعت صور الام والاب، وباعت رقم التليفون، وباعت مقطع الفيديو اللي احنا بنشوفه دلوقتي. تعالوا نرجع للكلب اللي له تاني عشان نقول رقم صاحب الكلبه دي، الكلب اللي له ده، عشان لو انت حابب هنقول دلوقتي يا جماعه رقم صاحب الكلب اللي له اللي احنا شفناه، تمام. الرقم 011-2-9-3-3-7-6-6-3. نقول الرقم تاني علشان الناس اللي هتتابع ليه الكلب اللي له فقط، تمام، 011-2-9-3-3-7-6-6-3. ده رقم صاحبة الكلب اللي له، لو انت حابب تتابع معاها وتبدأ تشتري الكلب. طبعا ده بعد احترامي للجميع وبعد احترامي ليها، طبعا هي عارفة نظام البيع عندنا لازم ان احنا نذيع الرقم علشان الناس تتابع عليه، تمام. اما بالنسبة لصاحب الكلاب الجيرمان بقى اللي هي الجراوي، 3 جراوي ذكور، وبيقول ان هم واخدين تطعيمات و
من الطعامين والحاجات دي كلها تمام، وطالب في الواحد 2500 جنيه. وعلى فكره الراجل ده ممكن يعني شخصيه محترمه، ممكن كمان يكون في تفاوض اكتر من كده. قال لنا رقم التليفون، هو المكان بتاعه الاول اسكندريه اخر الدوله 45 تمام. رقم التليفون بتاعه 012-03-79-336 تمام كده يا جماعه. الرقم تاني 012-03-79-336 ده رقم صاحب الكلاب دي يا جماعه اللي هي اللي قدامكم في الشاشه دلوقتي تمام. اللي حابب يتابع معاه هيتابع معاه عن طريق التليفون. ويا رب تكون الحلقه دي النهارده عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. منطوق الحلقه كان ثلاث حاجات او كان اربع حاجات، كان مشاكل تربيتي للكلاب لما انا اكون شخص مستهتر والرب كلب وكلبي ده ينزل يأذي في الناس في الشارع، هل ايه الاجراء القانوني اللي الناس ممكن تاخده ضدي، وهل انا صح ولا غلط. ده هيرد علينا الاستاذ محمد عبد الجواد شخصيه محترمه في حلقه. المنطق الثاني للحلقه اللي هو القصه او قصه حياه ابو نور، زي الناس ما كانت حابه وقالوا ناس كتير طلبت مني يا كابتن ابو نور عايزين تنزل لنا قصه وتقول لنا فيها قصه حياتك من الالف للياء، وده حصل بجد. وان انا فعلا نزلت حلقات وقلت في الحلقات دي هكلمكم على الصراحه كلها، مش هكذب على حد، مش هنافق، هقول كلام من قلبي بجد، مش هيكون في كلام تزويق، مش هيكون في كلام ان انا احل بيه نفسي، الكلام ده كله لحد ما جيت عند مسافه معينه او مكان معين ما قدرتش ان انا اكمل، وده لاسباب شخصيه. وبعد ما الناس اصرت ان انا نكمل فاضطريت ان انا نطلب من الاستاذ محمد عبد الجواد، لان كان في الوقت ده هو حاضر ان هو يطلع في حلقه عنده على قناته وليس على قناتي، ان هو يكمل الموضوع ده. كمان اتكلمنا عن كلاب اللي للبيع، واتكلمنا عن كلب لولو وكلب جيرمان، وده كان منطوق الحلقه بتاعتنا النهارده يا جماعه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ممكن تكون طويله شويه عليكم بس صدقوني احسن ما نتفرج على 3 4 حلقات، لا هيبقى الموضوع كله في حلقه واحده. تحياتي للجميع وتحياتي لكل متابعينا، واحلى مسا عليكم، ويا رب الحلقه تعجبكم. ولو انتم شايفين ان الفكره دي كويسه اكتبوا لنا في الكومنتات، هنعمل لكم حلقات ان الحلقه تضم كذا موضوع، يعني عشان نتكلم في كذا موضوع مع بعض. لو انتم شايفين ان احنا نوزع الحلقات دي تمام، او تكون كل حاجه في حلقه، قولوا لنا برضو واحنا هنتكلم واحنا هنعمل اللي كل اللي انتم عايزينه. المهم كله عندنا ان انتم تكونوا راضيين وراضيين عن المحتوى اللي انتم بتتفرجوا عليه. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره، انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا كلابي عندي احسن من صندوق زخاير.